معنا من العاصمة الأردنية عمان مراسلنا نايف المشاقبة. نايف، هي ليست المرة الأولى في تاريخ البرلمان الأردني اشتباك بليدي، لكن قد يطرح استفهام حول هذا السبب الجديد، لو تطلعنا على أبرز ما حدث في تحت قبة البرلمان. بالفعل يعني حدث اشتباك أدى إلى رفع الجلسة الأولى لمدة حوالي 45 دقيقة، ثم استؤنفت الجلسة، لكن رئيس مجلس النواب كان باتجاه أحد النواب للاعتذار منه عما حصل في بداية الجلسة. النائب رفض الاعتذار، وهنا بدأت المشادة والمشادة الكلامية بين النواب، وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي لأن النائب رفض قبول اعتذار من رئيس مجلس النواب، والنواب رأوا فيها ذلك أمر غير جيد ولا يخدم الحياة البرلمانية الأردنية ولا يخدم الأعراف البرلمانية الأردنية. النقاش أصلا هو كان حول المادة السادسة، البند واحد من المادة التي تقول، المادة الأصلية تقول الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم. الحكومة أضافت كلمة الأردنيون وأضافت كلمة الأردنيات. هنا تدخل النقاش كان بين النواب حول إن كانت كلمة أردنيون يقصد بها الأردنيات الذكور والإناث، ولا يجب أن يكون هنالك كلمة أردنيين لأنها تمييز وربما تكون إضافة لغوية. هنا في هذا الإطار وأثناء النقاش تدخل رئيس اللجنة القانونية، رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبد المنعم العدات، وبدأ بإيضاح المقصود من إضافة أردنيات. هنا بعض النواب قاموا بخلق مشادات كلامية وفوضى وأحدثوا جلبة تحت القبة، واتهموا رئيس اللجنة القانونية بأنه اللجنة لم تسمع إلى كافة الآراء أثناء مناقشة هذا التعديل. هنا حصلت فوضى أخرى داخل المجلس، مما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة من أجل تهدئة الخواطر والعودة. عادوا، وكما قلت ذهب رئيس المجلس باتجاه أحد النواب ليعتذر منه، لكن النائب رفض الاعتذار، وهنا حصلت المشادة بالأيدي واللكمات وأيضا المناوشات، مما أدى إلى رفع هذه الجلسة. بعد رفع الجلسة بعض النواب تحدثوا وقالوا أن هذا الأمر يحدث في كثير من برلمانات العالم، ولكن أيضا بعض النواب قالوا أن هنالك لون وطيف معين من النواب ربما حاولوا خلق هذه الفوضى وحاولوا إحداث هذه الجلبة تحت قبة البرلمان من أجل تعطيل الجلسة، خاصة أن الشارع الأردني بكامله يترقب هذه الجلسة لأنها تتعلق بتعديلات دستورية مهمة تدخل فيها الدولة مئويتها الجديدة. طبعا أهم التعديلات، أختم ماجد وأقول أن أهم التعديلات هي إنشاء مجلس للأمن القومي الأردني، تقليص مدة رئاسة مجلس النواب، ما يتعلق أيضا بحل الحكومة التي تحل مجلس النواب في السابق، الحكومة التي توقع على حل مجلس النواب تستقيل خلال أسبوع. الآن في تعديل جديد أن هذه الحكومة إذا كان بقي 4 أشهر على مدة مجلس النواب لا تحل، وهي التي تجري الانتخابات. هنالك أيضا تعديلات أخرى أهمها تتعلق ماجد فقط بأن ملف الأحزاب انتقل من السلطة التنفيذية للحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لتحقيق الحياد. من العاصمة الأردنية عمان مراسلنا نايف المشاقبة، شكرا لك.